السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أقدم لكم كلاس ملكي 3 طبقات اقتصادي جدا ديال أوريو. وما يحتل أخير تشوفوا المقادير وطريقة تعرف تحتاج. بالنسبة للكمية ديال البسكويت اللي كتير لحسب المونة نكوش كبير أو صغير. تقريبا أنا هنا عندي المونة متوسط ما كبيرش بزاف وما صغرش. بدنا 6 ديال البسكويت 6 ديال المونة. كناخد كل بسكويت اللي كتشوفوا كنفتحها وكنزول الكريمة اللي كنا ما بين كل زوج بسكويت بالملعقة بالطريقة هادي وكنوضع الكريمة بوحدها على الجنب والبسكويت في الجنب الآخر. قلب من واحد كنسالي جميع الكميه ديال لي بسكويت اللي عندي. كيف ما كتشوفوا بعد ما ساليت الكميه كناخذ البسكويت كنوضعو على جنب كذلك الكريمه ديالي اللي كانت موجوده في الكيك كنوضعها على الجنب الاخر. دابا كنقومو بالعمليه الثانيه اللي هي كنقومو بالهز ديال هذا البسكويت. يعني تقدروا ديروا طحنوه في الميكسر او لا باي طريقه. انا غنستعمل غير الطريقه ديال المد اليدوي حتى كيولي عندنا على شكل بودره. كناخد واحد 4 معالق كبار ديال الزبده كندوبهم. نقدر نستعمل اي زبده عندك. انا درت هنا زبده بده كندوبها وكنجمع بها هذاك البسكويت ديالي. بعد ما كنجمعو كنكون به الطبقه الاولى في المول وكنبدا نسرحو بالمعلقه على الطريقه اللي غادي تشوفوا معايا. كندخل المون ديالي للفريكو على ما نوجدو الكلاص ديالنا. عندي هنايا كلاص كيف ما كتشوفوا كلاص ماشي شونتي وماشي لاموس. عندي هنا 4 ديال الحليب. انا كنت وضع هاد الكاس ديال الحليب في الفريكو كذلك الباكيه ديال الكلاص حتى هي وضعها في الفريكو. لكن كنت وضعهم في الفريكو والحليب كذلك كان في الفريكو بارد مزيان راه كيسهل كتطيط على الزربه. هانتوما
غتشوفوا مع القطع ما كنتش مرحله كيطلع في دقيقه كيطلع. بالنسبه للطريقه راني وضعت الحليب والكريمه اللي كنت زودت ما بين كل زوج بسكويت وغادي نزيد عليهم هاد الغبره الكلاص. صافي بعد ما كنضيف البودره ديال الكلاص كنخلط بعدا غير كنساعد ما بين المكونات مع بعضياتهم عاد كنخلط. كيعجبني الفاني. بالنسبه للكلاص تقدروا ديروا الفاني ديال النوغا ديال الاناناس يعني اي نكهه نتوما بغيتو. وصراحه هاد النكهه الفاتحين هو اللي كيجيو زوينين يعني مع هاد اوريو. ما ديروش كلاص ديال الشوكولات او ديال الفريز تيجي ثاني مجهد بزاف.
الكلاس النهائي ديالنا نتمنى يعجبكم بزاف، جربوه غادي يعجبكم، لذيذ جدا جدا، غادي يعجب الكبار قبل من الصغار. بالنسبه للناس الجداد ما تنساوش تشتركوا في القناه باش يبداو يوصلكم كل جديد.